السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا. نبدأ العام الجديد بجولة صحفية نستعرض من خلالها أبرز ما جاء في الصحف المحلية الخليجية العربية والعالمية المطبوعة والمواقع الإلكترونية. نبدأ من صحيفة أخبار الخليج ونقرأ أنه برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، شارك فريق مبادرة مستودع الأدوية في مسابقة مبادرة إنسانية التي أطلقتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، حيث أوضح الأمين العام لجمعية السكلر زكريا الكاظم أن مبادرة مستودع الأدوية تعزز من الدور الإنساني المهم الذي تقوم به مملكة البحرين من خلال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لمساعدة الدول الصديقة التي تتعرض لكوارث إنسانية أو الفقيرة التي لم تتمكن من توفير الأدوية للمريض، حيث شارك في المسابقة 125 مبادرة، وتأهل فريق مستودع الأدوية للمرحلة النهائية في الحفل الختامي، وتوج الفريق بالمركز السادس من المبادرات الإنسانية. لفتت صحيفة البلاد أن مديريات الشرطة بالمحافظات الأربع وإدارات وزارة الداخلية اتخذت كافة الاستعدادات والترتيبات اللازمة، وذلك من خلال وضع خطة متكاملة لتأمين سلامة المواطنين والمقيمين والزوار خلال إجازة رأس السنة الميلادية، حيث تم تنفيذ عدد من الإجراءات والترتيبات الأمنية والتواجد في مختلف مناطق المملكة، وخاصة مواقع فعاليات الاحتفال برأس السنة الميلادية، وتعزيز التعاون مع المواطنين والمقيمين تنفيذا لمبدأ الشراكة المجتمعية. بيّنت صحيفة الأيام أن الآلاف من المواطنين والمقيمين والسياح شاركوا في احتفالات رأس السنة الميلادية، وهي الاحتفالات التي شهدت عروضا ترفيهية مبهرة في عدة محافظات ووصفت بأنها الأفخم في تاريخ المملكة. وبحلول 12 مساء زينت الألعاب النارية مساء سماء المملكة في عدة مواقع، كان أبرزها حديقة الأفنيوز وشاطئ مراسي وواتر جاردنز. نشرت صحيفة البلاد مقالا للكاتب محمد المحفوظ حمل عنوان أمنيات لعام جديد، فإلى سطور المقال. مع إطلالة عام جديد فإن لدى الجميع أمنية بأن يعم الأمن والسلام كل بلاد العالم. كثيرون ربما لم يضعوا لديهم تصوراً أو خطة للعام الفائت، ولو أن تم خطة من هذا القبيل لأمكن تفادي الكثير من العقبات والانتكاسات والخسائر، خصوصاً الاقتصادية منها. أما الأمنيات التي لا تبرح خاطر كل فرد، فأعتقد أن ليس هناك من لا يحلم بأن تسود لغة المحبة بلاد العالم قاطبة، ذلك أن أي نزاع بين دولتين فإن أثاره تمتد إلى بقية الدول، باعتبار أن العالم أصبح قرية صغيرة، بمعنى أن ما يجري في منطقة تنسحب أثاره على بقية البلدان الأخرى. لفتت صحيفة الوطن أن هيئة تنظيم سوق العمل أكدت الحرص على تعزيز الرقابة والتنظيم والتشديد على المخالفين من خلال تكثيف الجهود والإجراءات الرامية إلى التصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل بمختلف محافظات المملكة. وأشارت الهيئة إلى تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة في المحافظة الجنوبية بالتنسيق مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية ومديرية شرطة المحافظة، شملت عددا من مواقع العمل ومواقع تجمع العمالة. لفتت صحيفة أخبار الخليج أن وزارة التربية والتعليم ذكرت أن أكثر من 8000 طالب وطالبة زاروا دور السينما ضمن الرحلات المدرسية التي تم تنظيمها خلال الفصل الدراسي الأول، مشيرة إلى استمرار تنظيم الرحلات المدرسية طوال العام الدراسي.
لفتت صحيفة الأيام أن سوق المزارعين الذي تقيمه وزارة شؤون البلديات والزراعة وبالشراكة مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي أنهى أسبوعه الرابع خلال هذا الموسم. هذا وقالت اللجنة المنظمة للسوق أن سوق المزارعين الذي يحتفي بنسخته العاشرة استقطب منذ انطلاقة هذه النسخة أكثر من 60,000 زائر من مواطنين ومقيمين وزوار لمملكة البحرين. إلى أخبار الصحف الخليجية، ونبدأ مع صحيفة الرياض السعودية، حيث أن جريان السيول وهبوطها في شلالات مبهرة نتيجة تساقط أمطار الخير والبركة على مدينة الباحة جذبت أنظار السائحين والأهالي، ما دفعهم للخروج والاستمتاع بمناظرها الخلابة وبخريرها الهادر الذي ينحدر من سفوح الجبال مخترقة الشعاب والأودية، وزادها جمالا اكتساء مدرجاتها ومزارعها وبساتينها باللون الأخضر في مشهد امتزج مع أشعة الشمس ليضفي على المكان أجواء ساحرة فاتنة. نطالع من صحيفة البيان الإماراتية أن رأس الخيمة افتتحت عام 2023 بتحطيم رقمين قياسيين جديدين ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية خلال احتفالات ليلة رأس السنة، والتي شهدت عرضا مبهرا للألعاب النارية على وقع الأنغام الموسيقية الساحرة التي تفاعل معها آلاف الزوار القادمين من مختلف مناطق الإمارات. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، وكل عام وأنتم بخير، دمتم في رعاية الله.